بنصلي صيامنا. لا والله بنصلي صيامكم بالظلمة. ما بنصلي ضياع. اقرا لك جزء. استغفر ربنا شوية. هو ده العبادة. العبادة بتصلي بالظلمة. مش كفاياكم بتلعبوا ظلمة من بعد العشاء لحد السحور وانتم طابقين عليها زي القمار بتلعبوا على ساق وعلى شاي وعلى غيره. طب ده ينفع بالله ينفع؟ خلاص خلاص. ادي اسلام ولدي. ودي الظلمة دي كده. ها وديها القهوة وخلاص محدش يجي عندي هنا خلاص يا ناصر بارك الله فيك وفيك يا عمي ها وفيك خلاص توكل على الله شكلك زعلان توكل على الله قالب عندي ما كله اللي يكون فيها ظلمة شفتوا صوتكم العالي جاب لنا اللي يسوى اللي ما يسواش احنا كل يوم لما نغلبهم يبغوا يتبقوا يعدي ما تجيش تلعب معنا ثاني خلاص العبوا العبوا دور ثاني لا عبود انت مصمم صلي شو انا بصمم الراجل اللي جاي يا ابويا انا راجل معروف في البلد مش بيقول حرام ده فتني عارف ده ده فتني هيروح للملاهي الناس وهو بيلعب وضمه فضه بيلعب وقمار في رمضان لا ولا ضاب ولا اخو لما الدنيا دي مش هلعب خلاص عشان طالما جاي الناظر ده هيروح للباقي الفوره يا عمي يا ابو محدش هيجي عندي ولا فوره ولا حاجه تاني توقع الله الا كده خد ضمتك يا مسلم توقع الله انت خربت توقع الله يا اخي صوتك العالي هو اللي جاب لنا الناس كل يوم احنا مش الدوسه ماتت لنا 20 يوم في رمضان بنلعب مش الدوسه ماتت وانت الدوسه ماتت بنت عمك توقع الله انتوا كنتوا هتغلبوا اصلا طب توقع الله انت اللي توقع الله لا. وانت خد الضمه دي توقع الله محدش هيجي عندي هنا تاني علي على القهوة السعيدة يا ولدي بعد صلاة العشاء يا انت ما تبكي زي مصطفى وكل ما فوز عليك تقول تعمل لك غلط كده زي مصطفى برضه انت هلعب انا هلعب ناصر ثاني حتى انت اللي بقول ولدي خلاص سيب الدنيا خلاص يلا توكل على الله يلا توكل على الله